للوقوف على الوضع الاقتصادي في العراق في ظل تفشي الفساد ومحاولات المنظمات الدولية دفع حكومة بغداد وقف الفساد الحكومي المستشري، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. دكتور صباح، السلام عليكم. منحة جديدة أعلن عنها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 12.5 مليون دولار، قديمة هي للحكومة في بغداد، وذلك من أجل محاربة الفساد الحكومي. برأيكم لماذا لم تعلن حكومة الكاظمي عن هذه المنحة؟ تحية لكم. حقيقة أن البنك الدولي والمنظمات المسؤولة عن مراقبة حركة المال بالعالم والمنضوية تحت الأمم المتحدة، لاحظ هذه المنظمات أو هذه المؤسسات هي تمنح كثير من دول العالم التي يستشري فيها كثيرا من حالات الفساد وضعف الإدارة المالية وتردي الوضع الاقتصادي والتضخم النقدي وغيرها. ولكن العراق حقيقة للوضع الذي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني السيء منذ 2003 ولغاية الآن وصل مراحل خطيرة جدا دفعت بهذه المنظمات ومنها البنك الدولي وكذلك أيضا بموافقة الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقية. هذه الاتفاقية وقع عليها العراق في 2018، ولكن سبق أن منح الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي العراق بعض المنح لمحاربة الفساد أو بالأحرى لوضع حالة الشفافية في الرقابة المالية. ولذلك اقترح صندوق النقد الدولي في 2007 على الحكومة العراقية في حينها وضع برنامج للحوكمة الإلكترونية التي هي بطبيعة نظامها وعملها تعطي الإمكانية لتخفيف حدة الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة بالدرجة الأساسية. طيب. وفعلا العراق تعاقد مع بعض الشركات لعمل هذا البرنامج، لكن واجهت هذه الشركات الحصول على المعلومات ودقتها والعمليات الإحصائية وغير ذلك صعوبة مما لم تعطيها الإمكانية في كثير من المؤسسات أن تنفذ برنامجها. ولكن وضعت برنامج كما هو في الجوازات والجنسية وبعض الأجهزة البعيدة عن إدارة المال. لذلك نلاحظ منذ 2007 ولغاية 2018 العراق يغرق بين مافيات الفساد المختلفة داخليا وخارجيا، وكثيرا من الدول التي تؤثر بالعراق في استمرار حالة الفساد بالدرجة الأساسية المرتبطة، الشركات والقوى الاقتصادية والمالية المرتبطة بكل من إيران وكذلك أيضا الكويت. نعم. وبعض الدول الخليجية الأخرى. طيب. ولبنان والبنوك الموجودة في لبنان. كلها هذه تعمل على مساعدة مافيات الفساد في الداخل على عمليات غسيل الأموال، عمليات التهريب، شراء العملة وغير ذلك من عمليات الفساد أو الشركات الوهمية أو الشركات التي تتبع كثيرا من العناصر الموجودة في مفاصل الدولة. لذلك نلاحظ هذه المنحة 12.5 مليون دولار. نعم. قدمها البنك الدولي بموافقة والاتحاد الأوروبي للحد من أشكال الفساد الذي وصل مراحل خطيرة جدا. طيب. قد تدفع بالعراق إلى كارثة مالية رغم أن هناك عمليات تصدير للنفط وإيرادات، لكن هذه الإيرادات لا تكفي نتيجة السياسة الاقتصادية والمالية السيئة والفاشلة. لذلك نلاحظ تحول العراق حقيقة إلى بلد ريعي 100%،
رغم وجود كل أشكال الإمكانيات للنهوض بالصناعة، الزراعة، عمليات الإنتاج والخدمات لكل أشكالها. طيب لذلك دكتور. البنك نعم. الدولي نعم. منح هذه المنحة من أجل تذكير الحكومة العراقية بما سبق أن قدمته من برامج صندوق النقد الدولي للحد من عمليات الشفافية وغير ذلك مما يحصل من سوء في إدارة المال العام. دكتور صباح، يعني هذه المنحة ليست الأولى التي تقدم من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، لكن هنا كيف تقيم نتائج عمل المؤسسات للحد من الفساد الحكومي في العراق؟ حقيقة منظمات كثيرة بالعالم تعمل على قياس الشفافية في دول العالم بشكل أو بآخر. نعم. ومنها الشفافية الدولية، لاحظ وضعت العراق في 2020 حقيقة في مراتب متدنية جدا، وقد يكون من أولوي أوائل الدول الفاسدة بالعالم نتيجة لعمليات سرقة المال العام، عمليات الهدر والتبذير، كذلك أيضا العقود وعمليات التهريب للعملة أو عمليات الغسيل للأموال. هذه كلها مراقبة حقيقة دوليا بالعالم. ولذلك نلاحظ مما دفع البنك الدولي حاليا لتذكير الحكومة، علما بأن البنك المركزي العراقي يعتبر هذه المنحة هي انسجام مع المشروع للورقة البيضاء التي طرحها الكاظمي، ولكن القاعدة الأساسية الموجودة والفساد الذي ينخر جميع مؤسسات الدولة يصعب على الكاظمي حقيقة أن يصل إلى نتائج جيدة، يستطيع توظيف الأموال أو توظيف هذه المنحة في الحد من عمليات الفساد القائمة. وكلنا ندرك أنه شكل لجنة لمكافحة الفساد والجنايات أو الاستثنائية، الجنائية الاستثنائية. هذه اللجنة ما زال لغاية الآن لم تعرض لنا حيتان الفساد، بل تأتي إلى المراتب المتدنية من الموظفين أو غيرهم في عمليات إلقاء القبض أو عمليات التقديم للمحاكمة أو غير ذلك، ولكن الشارع غير مقتنع بهكذا سلوك، وكذلك أيضا صندوق النقد الدولي. لذلك نلاحظ يضغط صندوق النقد الدولي بهذا الاتجاه. طيب دكتور صباح، تقارير لمنظمات عالمية تؤكد أن العراق وفي ظل حجم الفساد الذي يضربه يمكن أن يحتل المرتبة الأولى في الفساد خلال سنوات قليلة. من يتحمل المسؤولية؟ يعني بعد سنوات إذا أراد الشعب العراقي أن يحاكم بهذا الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة، من يحاسب أولا دكتور؟ حقيقة العملية السياسية وقادتها منذ 2003 ولغاية الآن يتحملون المسؤولية الكاملة لا شك في ذلك في عمق الفساد والهدر وسرقة المال العام. من 2003 إلى 2014 حسب الإحصاءات الدولية للبنك الدولي أن هناك 300 مليار دولار حقيقة تم هدرها أو سرقتها أو غير ذلك، لوجود أكثر من 6000 مشروع منها لم يكتمل ومنها وهمي ومنها تم إلغاؤه ولكن أمواله نهبت. هذا اللي يكون إحصائيا موجود لدى البنك الدولي حقيقة، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على مصداقية الحكومة في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية. ولذلك نلاحظ ما حصل في 2015 أن العراق اقترض أكثر من 6.5
مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولم يتمكن الاقتراض أكثر من ذلك، إلا أنه اقترض أكثر من 25 مليار دولار حقيقة في 2020 من البنك المركزي العراقي، الذي خفض الاحتياط النقدي من أجل شنو؟ دفع المرتبات بعد انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا. ولذلك حاليا وزير المالية السيد علاوي يحاول في محادثاته مع البنك الدولي بالتزامن مع هذه المنحة للقضاء على الفساد ورفع الشفافية في مؤسسات الدولة، يحاول أن يقترض 6 مليار دولار لدعم الموازنة في 2021 التي لم يتم المصادقة عليها، ونحن في الشهر الثالث بالضبط، نعم، والمتبقي 9 أشهر للموازنة. عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.